أعلنت جماعة الحوثي المدعومة من إيران استهدافها سفينة الشحن الإسرائيلية MSC سيلفر بعدد من الصواريخ في خليج عدن بالقرب من البحر الأحمر. وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن الجماعة استخدمت أيضا طائرات مسيرة لاستهداف عدد من السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وبحر العرب، بالإضافة إلى مواقع في إيلات بجنوب إسرائيل. من جانبها ذكرت القيادة الوسطى الأمريكية أن ناقلة حبوب أمريكية ترفع علم اليونان تعرضت لإطلاق صاروخين مضادين للسفن في خليج عدن، مؤكدة تحديد موقع قاذفة الصواريخ وتدميرها في مناطق سيطرة الحوثيين. كما تعرضت ناقلة بضائع أمريكية ترفع علم جزر مارشال لهجوم بطائرة مسيرة بخليج عدن.